عندي امور. انا سبيته وحبيت نضربه في شارع خميستي في 2016. لماذا؟ علاش؟ تواصل بيا سهروا انسان متربي اسمه فتحي، كان رئيس لجنة الشؤون المالية في لابيوي، صراحة انسان ما شاء الله. هذا عبد الحميد سعفيف عنده بنته صحفية في إذاعة وهران، سموها حنان سعفيف، إنسانة خلوقة، ولكن وظفها بالعرف، لو كان ماشي باباها عبد الحميد سعفيف عمرها ما تدخل الإذاعة، هذه حقيقة. طلب مني أن نجلب له الإشهار من وكالة أرنب ويعطيني 2,500. قلت له مش مشكل، خدمت معاه. أستنى، تجيب له الإشهار يعني عنده جريدة؟ جيب له الإشهار لأنه عنده جريدة. جريدة لا تخيبين دي ليكتور، يدي 4 صفحات إشهار من لانيب. نعم، ملايير مو مليارة. نعم. ولا يعاملني، يعني يتصل بي على المتصف الليل، يتصل بي في أي وقت، حسبني يعني عبد عنده، يقول لي راك درت غلطة، لاغي كاب بصححها. بعيد نصبر له، ما قدرتش نصبر له. ايضا كان اخت سموها ناجيه كانت تخدم عنده في المكتب، ايضا كان يعاملها بطريقه يعني حقيره، لو كان مثلا حمار عندك وما تعاملش بهذه الطريقه. ومسكينه من بعد قد توقفت ومره استدعاني، قال لي اني جاي لوهران، تلاقيت به في حي خميستي، رحت انا وياه مقر لانيب في حي خميستي، وبدا يدابس في سيد منصوري. سيد منصوري راهو حي يقدر يكذبني، وبدا يطيح وبدا يعير في الهضره. اما انا قلقني، انا ثاني سبيته وقصت له، رميت له لاغي كاب تاع الاشهار ومشيت وخليته رايح. هذا السيد منصوري هو مسؤول لانيب. قصه مره هو دار عمليه قلب مفتوح، طلب مني قال لي اني نحوس على واحد الدواء. قلت له كاين فارماسي في وهران واسمها فارماسي حي، عندها كل الادويه في مارافال. وبعد رحت انا وابنه جبنا له هذاك الدواء، ومن بعدها ابنه قال له شرب 2 حبات، وهي الوصفه انه يشرب نصف حبه او ربع حبه. يعني انا ندمت في ذاك الوقت اللي ما قلتلوش شرب 2 حبات، لو كان انا تهنينا منه، لانه مفسد كبير، وهذا كان يتهجم على الاحرار بالبيت بول في مستغانم في ايام الحراك. الحراك وفي الافلان وكلش. والله شوف، صراحة كل مرة الحديث معك هكذا وهذا ذكر هذا الوقائع كما هي تزيدنا ألم، يعني البلاد وين وصلت والأحوال وين وصلت والأوضاع وين هذا وصلت. مجرد هذا فقط أنا اللي يعني نقوله، ما كاين أمور أخطر، ما أنا فقط الأمور اللي نعرفها اللي قلتها وربي راه شاهد عليا، هناك مخافي أعظم، هناك أمور يعني غير مكشوفة أكثر من هذه الأمور اللي صرحت بها.